الله. الماتش امبارح كان حلو، حاجه عظمه يعني، مفيش احلى من كده. لا تسالني انا ولا تسالني؟ لا يعني انا بكلمكم انتوا الاثنين، وانتوا الاثنين سجلت. لا ما احنا طبعا انتوا جواكوا عمال تقولوا ايه الكذاب. طبعا 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 الماتش كانت اتعملت فيه حاجات حلوه كتير طبعا على مستوى التنظيم والشكل والجماهير وكل حاجه، انما كان ما ينقصه ان احنا نشوف اصرار اللاعبين في الملعب، ان كل فرقه عندها الرغبه الشديده للفوز وللمكسب، بعيدا عن مراحل الاستحواذ وبنى اللعب، وان ازاي كل فرقه عايزه تضغط على الفرقه الثانيه. انما في اجمالي المباراه استحواذ كان افضل لنادي الزمالك، ظهر بشكل كويس جدا. جوميز ابتدى يقدم اوراق اعتماد ليه مع عدم اختياره، خلي بالك ودي نقطه مهمه جدا، نوعيه اللعيبه وكواليتي اللعيبه اللي تم انضمامهم لنادي الزمالك في صفقات يناير، لان هو جه بعد اختيارات اللعيبه. ما ينقص نادي الزمالك تدعيم ببعض الصفقات المميزه مع بدايه الموسم على حسب رؤيه جوميز، انما في الاخر هيقدر يبني على اللي شفناه في مع مجموعه اللاعبين دول، هيقدر يبني تيم جيد جدا بدايه الموسم القادم لنادي الزمالك. حلو.